قبل ما حضرتك تشوف الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الإشعارات عشان نوصلك كل جديد بينزل على قناتنا قناة الأهلاوية على اليوتيوب. مشاهدة طيبة. كهربا ما كانش موجود في قائمة ماتش امبارح، ولكن هو القصة مش بس على ماتش امبارح، هو قبل المباراة بثلاث أيام تقريبا، ممكن تقول يوم الثلاث اللي فات، حصل إنه كان كهربا مع أصحابه خارج بالليل وفي أحد الفنادق، في مطعم بأحد الفنادق، وحصل شجار ما بين كهربا وما بين زميل أو صديق لي، كان في نفس المكان صديق لكهربا، لكن كانت في بينهم خناقة، وهو عرفنا طبعا اسمه، لكن هو القصة مفيش محاضر ومفيش حاجة، فنكتفي بذكر إن هو نجل رجل أعمال، ولأن القصة دي شفت الناس بتتكلم عليها امبارح فعرفنا تفاصيل أكتر يعني، فحبيت أقولها لكم إنه حصلت خناقة، والخناقة تطورت بإنه كان في بادي جاردز من المكان، وكان في بادي جاردز مع محمود عبد المنعم كهربا، والشجار ده تطور لدرجة إن بقى في تدخل، وكان في ناس بتصور، ففي ناس اتهلت منها الموبايلات عشان ما يصوروش، فكهربا كان خارج متضايق فحاول إن هو يبعد عن الخناقة، فكان معاه عربيته، كان معاه صديق ليه، لكن بسبب الزحمة إنه فضل بقى الناس حواليه بقى وهو بالعربية، ساب العربية وركب تاكسي ومشي. والحقيقة إن القصة دي بحكيها لكم علشان الأهلي تحرك. الكابتن محمود الخطيب شخصياً قرر إنه يبدأ يطرح التساؤلات ويستفسر عن القصة من خلال إدارة الفندق نفسها علشان يبقى معاه واقعة مثبتة، علشان أنتوا عارفين إن كهربا بيتعدى عليه أخطائه ما بعد قصة موسيماني وما بعد قصة الشناوي وما بعد العقوبات اللي معمولة عليه. فما اتعملش محاضر بسبب إن الطرفين ما كانوش عايزين شوشرة، لكن إدارة الفندق تم توجيه السؤال ليها بشكل ودي من الأهلي عشان يتعرف إيه الوضع، علشان يبقى فيه حاجة معلنة ومثبتة إذا اتخذ الأهلي بشأنها قرارا في الفترة المقبلة. لكن حتى الآن لم يعلن الأهلي أيا من التفاصيل، هل اتخذ قرار مع كهربا سواء معلن أو غير معلن، سواء هيتقال قريب ولا هيتقال بعدين، لكن دي قصة حصلت بالفعل والأهلي استفسر عن تفاصيل الواقعة في الأهلي. تحياتي لكل إخواتي الأهلاوية اللي منورني في قناة الأهلاوية. في البداية هنعقب، يعني انا هبقى راجل محايد، انا اهلاوي جدا ومتعصب للاهلي جدا ولعبت الاهلي جدا، بس انا همسك العصايه من النص، لا هبقى مع كهربا ولا مع هاني حاتون. واضح كده ان كهربا بقى ماده دسمه للاعلام الزملكاوي بيتصيد له الاخطاء، ولكن كهربا بيجعل تصرفاته يعني للمشاعر. طبعا اي لاعب كوره من حقه انه يسهر ويخرج مع اصحابه كده، ولكن يضع في حسبانه ان هو الاهلي عيلة كبيرة، ما ينفعش انا يعني الوس الاسم العيلة او اجيب مشاكل للعيلة دي او اخلي حد يتكلم على عيلتي بطريقة مش كويسة. كهربا لغاية دلوقتي ما اتجوزش، ما مش مستقر في بيت، تصرفاته بغض النظر عن ان هو يعني في مشاكل وكده، لكن هو بيحب الهزار، وممكن الهزار يبقى تقيل ولكن يزود الهزار مع اصحابه فالهزار يقلب بجد. بس انا بعتب على كابتن هاني حتحوت، ولا هاني حتحوت الاعلامي الزملكاوي قال اسم كهربا، طب ما تقول لنا اسم رجل الاعمال ولا خايف؟ مين ابن رجل الاعمال اللي انت خايف تقول اسمه؟ ما دام انت حكيت الواقعه يبقى تقولها كامله، يا ما تقولهاش خالص. تمام، بنعيب على كهربا ان هو كهربا بيدي ذريعه للزملكاويه ان هم يجيبوا في سيرته شمال ويمين، يجيبوا في سيرته. على فكره الخبر ده نزل لي 3 ايام وانا ما رضيتش اتكلم فيه، قالوا اسلام صادق، بس انا قلت دي افتكاسه من اسلام صادق لان اسلام صادق بيجيب اخبار فيك. ولكن بعد ما تناولوا الاعلام بشكل مفرط ان كهربا كان سهران في فندق، والفندق ده فيه صاله او زي ديسكو او صالة افراح او نايت كلاب ايا كان المسمى، ولكن كهربا المصيبة ما اتخانقش مع حد غريب، اتخانق مع واحد صعب، شدوا مع بعض واتخانقوا في بودي جارد مع كهربا وابن رجل الاعمال، وكان فيه يعني لعب عيال من الاخر. يعني لو صدقت الرواية يبقى ده اسمه لعب عيال، لان دي ناس كبيرة، ناس كبيرة. لو الكلام ده صحيح وحقيقي كهربا ايامه معدودة في النادي الاهلي، انا بقولها لكم كهربا ايامه معدوده في النادي الاهلي، لان الاهلي بال على كهربا كتير كتير قوي، وكهربا اهو النادي الاهلي بيفوز من غيره وبيأدي من غيره. الموضوع مش موضوع كهربا، الموضوع موضوع اخلاقيات،
احنا نخلص من سماكة يطلع لنا ابراهيم سعيد، يخش لنا في صالح جمعة، بعد كده مش عارف كهربا. لا ما ينفعش، اي حد هيخرج عن سلوك النادي الاهلي والمبادئ بتاعة النادي الاهلي، الاهلي هيرفضه بشكل نهائي. بس هاني حتحوت عايز جنازة عايز جنازة ويشبع فيها لطم الاخ هاني حتحوت. هاني حتحوت بيبان لك انه حيادي في بعض الاحيان، ولكن في حاجات كتير ساعات بيقولها في كوارث ومصايب بيقولها في نادي الزمالك وبيبقى محايد، وفي حاجات يعني بيتغاضى عنها. ولكن لما تقولي المعلومة قولها كاملة، لو في ابن رجل اعمال قول لنا مين والواقعة كانت فين. بس معقولة واقعة زي كده مفيش اي كاميرا صورتها، مفيش اي فيديو، مفيش اي صورة، مفيش اي حاجة؟ يعني البودي جارد لموا كل التليفونات الناس اللي موجودة؟ طيب سيبك من كده، مفيش صورة خارج الفندق او خارج المكان اللي كانوا سهرانين فيه صورة التقطت؟ برضو علامة استفهام. فاحنا هنتكلم بحيادية، لو صحت الواقعة ممكن هي خناقة زي اي خناقة، ولكن انا ما بجيبش، ما بقاش مادة دسمة للاعلام الزملكاوي ان هو يجيب في سيرتي كل شوية والتانية. خليك يا اخي يعني التزم شوية، حتى ايام الكورونا والخروج والدخول والحاجات دي ما ينفعش الايام دي، بغض النظر عن انت بلاعب في نادي شهير ونادي كبير. دي نقطة. النقطة التانية، لو الموضوع ده ما حصلش يبقى البين على من ادعى. هتحوت واسلام صادق ادعوا ان كهربا حصل منه حاجة، خلاص يبينوا لي، يقولوا لنا ادي الصورة اهي. بيقول لك كابتن خطيب راح للفندق او المكان ده طلب منهم تسجيلات الكاميرات وشهود العيان والحاجات دي عشان يعرف منهم الواقعة، علشان نشوف هيتخذ اجراء شكله ايه مع كهربا. بغض النظر سواء في واقع او مفيش واقع، انا بقول لكم كهربا عمال ياخد من رصيده لدى النادي الاهلي ولدى جماهير النادي الاهلي، حتى لو مجرد كلام ما حصلش حاجة. كهربا ايامه مش هتبقى كتير بالشكل ده، وهتبقى معدودة بالشكل ده لو كمل في النادي الاهلي. ابراهيم فايق اتكلم على مشاركة كهربا الايام اللي جاية مع النادي الاهلي، نسمع وهنختم الفيديو بتاعنا. طب ده جانب كده من المؤتمر الصحفي لبيتسو موسيماني مدير الفني للنادي الاهلي وتعقيبه عقب لقاء سيمبا التنزاني. نتحول الى اخبارنا، وخليني اقول لحضراتكم تفاصيل جديده فيما يتعلق بعوده كهربا. بيتسو موسيماني كان اتكلم مع الجهاز المعاون وسال مخطط الاحمال اخبار كهربا ايه فيما يتعلق بالتزامه بالشغل التاهيلي، وفي احتمالات كبيرة انه يتم تجهيز كهربا لمباراة الاربعاء المقبل، وقد يكون هذا هو الظهور الاول لكهربا، قد يكون هذا هو الظهور الاول لكهربا مع الاهلي امام النصر في دور ال32 لبطولة كاس مصر، من خلال رؤية الراجل ومن خلال يعني درجة اهتمامه ومتابعته مع الجهاز المعاون بالكامل مخطط طبعا الاحمال البدنية، وان شاء الله باذن الله تبقى الامور ماشيه بالنسبه لكهربا بشكل طيب. يعني بعد ما حضرتك شفت الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معاكم اخوكم هاني الشراوي، والسلام عليكم.